التجربتين السينمائيتين بتوعي بتوع الالوان الطبيعيه والرجل الغامض، يعني مقيماهم ازاي؟ شايفه مين انجح؟ انت شايفه استفدتي من اني واحد فيهم اكتر؟ بص، ما نقدرش نقارن العملين ببعض، لانه فيلم بالالوان الطبيعيه مشروع فيلم فيه فكر، لكن فيلم الرجل الغامض بسلامته فيلم كوميدي لايت خفيف، فيلم مطلوب اكتر يعني من الجماهير، فيه ضحكه، فيه هزار، فيه فكره، فيه قصه. بالالوان الطبيعيه لا، فيه فكر، ده مشروع. لانه هنبعد عن المقارنه، لانه ما ينفعش نقارن اعمال. مثلا ممكن نقارن اعمال اسامه فوزي بالناس اللي بتشتغل في نفس سكته، يعني زي يسري نصر الله، زي محمد خان، زي داود عبد السيد. المقارنه ممكن تدور في المحور ده. لكن انا استفدت ازاي من الاثنين؟ استفدت كتير طبعا. استفدت بالالوان الطبيعيه لانه قدمني كممثله دور في تمثيل، في تحدي نفسي، في اداء عالي جدا يعني بالنسبه للشخصيه. فانا حاولت ان انا بجد اروح للشخصيه على قد ما اقدر عشان اقنع الناس. لكن دور سميره شهدان في الرجل الغامض بسلامته شايفه انه دور بسيط، دور محوري مهم جدا. واكيد وجودي في فيلم فيه النجم الكبير هاني رمزي هستفيد منه بطريقه او باي شكل هستفيد منه، لانه هاني رمزي نجم وناس كتير قوي بتحبه، وعنده قاعده جماهيريه وشعبيه كبيره جدا. وده كان يعني من الاخبار السعيده جدا في حياتي ان انا يكلموني ويقولوا لي انك هتشاركي في فيلم هاني رمزي الجديد. لكن انت كفريال لقيتي نفسك في اللايت كوميدي اكتر ولا في افلام اللي هي بعيده عن انا بحب الدراما التراجيدية اكتر والجديه اكتر، لانه انا بتحسي ان انت بتمثلي فيها اكتر. بالظبط بحب اطلع اللي جوايا جدا. طيب بص، الجزء دوت احنا بناخد رايك او الاوبينيون بتاعك في حاجات ممكن ملهاش علاقه بالفن، ممكن في اسامي، ممكن في كلمات. عندنا مثلا ايه رايك في ارتداء بعض الفنانات للحجاب واتجاههم برضو للتمثيل؟ شايفه الظاهره دي ازاي؟ شايفها ايجابيه، شايفها سلبيه، شايفها ملهاش لازمه، شايفها انت ازاي كفريال؟ بص، انا طبعا برحب بموضوع الحجاب، يعني دي حاجه يعني ربنا طبعا كرمهم ولبسوا الحجاب. لكن انا لو هناخد المعنى من المصطلح نفسه، اسمه حجاب. انت تحجبتي خلاص، يبقى مصدر محتاجي بيه. لانه الحجاب ده انا بالنسبه لي الحجاب اعلى درجات التقوى الى الله. مش عايزين نفتي او نخش في من غير ما نخش في بس كلامي واضح. يعني اللي اتحجبت خلاص، يعني مع كل حبي ليهم، لانه برضو هو قرار صعب طبعا. لكن ما ينفعش يتجمع بين الاثنين من وجهه نظر. ما ينفعش، هنشتاق لهم اكيد. أوكي. يعني لما يغيبوا علينا، بس ده في مصلحتهم. أوكي. يعني اكيد. أوكي. طب عندنا برضو زي في كلمه او اثنين او ثلاثه، هقول لك اسم حد وقولي لي في كلمه او اثنين او ثلاثه رايك فيه او حاجه تحبي تقولي عليه. ناديه الجندي نجمه كبيره جدا. غادة عبد الرازق شقي. صابر الرباعي فنان حساس. نيلي كريم جميلة بحبها. درة ذكية. هند صبري فنانة. طيب الأربع كلمات دول بيعنوا لك إيه؟ المال وسيلة. الجمال نعمة. الفشل فشل مهم. فشل مهم. الغيرة تضيع وقت. طيب من وجهة نظرك انت شايفة اخطر حاجة بتواجه الوطن العربي ان جنرال ايه؟ ايه اكبر مشكلة شايفاها في الوطن العربي؟ تبعية بمعنى؟ تبعية، نحن بقينا يعني نقاد يعني نستغل، نلتزم، مفيش رأي، مفيش قرارات. حرام. أوكي. يعني ما كناش كده احنا. مش هدخلك في السياسة، مش هنتكلم يعني. في السياسة.